الله ييسر الاحوال. دكتور مجدي، ما يتعلق بقرار الاستاذ رضا حجازي وزير التربيه والتعليم فيما يتعلق بمجموعات التقويه المدرسيه، وتم تغيير المسمى تقريبا لمجموعات مجموعات الدعم الدعم المدرسي، يعني هو الفكره كلها كانت في تغيير المسمى ولا ايه الوضع؟ خلينا ناخد كلمه حضرتك قلتها من شويه، حاجه كلمه مهمه جدا يعني. اتفضل. هل الوزاره فشلت في مواجهه الدروس الخصوصيه؟ قولا واحدا، الوزاره فشلت في مواجهه الدروس الخصوصيه. نعم. احنا ابتدينا تطوير التعليم من سنه 2018 على يد الدكتور طارق شوقي، ودخلنا التابلت ودخلنا حاجات كتير عشان الهدف من ده كله نقضي على الدروس الخصوصيه. بالعكس، جابت نتيجه عكسيه، الدروس الخصوصيه زادت اكتر من الاول. المدرسين طوروا نفسهم بما يتلائم مع قرارات الدكتور طارق شوقي. بالظبط. وبالتالي توغلت وتوحشت الدروس الخصوصيه. صحيح. وهي بقت مرض دلوقتي بينهش في جسد المجتمع المصري. لان بيقتص من ميزانيه الاسره المصريه حوالي 47 مليار جنيه. جه الدكتور رضا حجازي اول ما مسك قال ان انا هعمل حاجه اسمها تقنين السناتر والدروس الخصوصيه، تقنين السناتر عموما يعني. طبعا هجم هجوم شرس، وانا واحد من الناس اللي هاجمت هجوم شرس جدا. كان هناك فرحه عارمه حقيقه يعني من فعلا السناتر واصحاب السناتر وحتى من اولياء الامور. تمام. يعني هو كان واقع موجود. كان هيقنن، يعني هي فكرته انه هيقنن، هو قال ان هي فكره. فما تهاجم هجوم صعب جدا. حضرتك هاجمته ليه يا فندم؟ لا انا هاجمته هو لان الدروس الخصوصيه، السؤال هل هو واقع موجود ام لا؟ انا ما بتكلم، هو واقع موجود من عشرات السنين. هل قبل الدكتور تستفيد الدوله من الاموال اللي تدخل هذه السنه؟ خليني احنا ولا ان هم يقول لك لا احنا مش معترفين بيها وتظل هذه الاموال اللي جايه؟ احنا ما بنقيس مستقبل ولادنا بفلوس. ما انت حضرتك بتقول فشلت وزاره التربيه والتعليم مش وزاره تجاريه. وزاره التربيه والتعليم وزاره خدميه. صحيح. بتقدم خدمه للمواطنين. الهدف من الموضوع منه من الهدف من وزاره التربيه والتعليم ان هي بناء الانسان. بناء الانسان اللي يقدر بثمن. ما ينفعش اجي اقول ان انا لا عايز اخد جزء من الكعكه اللي بتحصل في 47 مليار اخد نصهم ولا حاجه، لا انا ببني بني ادم. السنتر ما بيبنيش بانسان. انت محتاج تكون منطقي يا دكتور. عفوا الوقت يا فندم ما يتعلق بدروس خصوصيه، حضرتك قلت ان الوزراء بمختلف بقى مسمياتهم، ما انا قلت ان هم فشلوا، حاولوا بشكل كبير جدا، وبعض المحافظين زي الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقيه الاسبق يعني كان له السبق في مواجهه هذه الدروس. صح. ومع ذلك السيد الوزير طلع من المحافظه والدكتور طارق شوقي طلع من الوزاره، ولا زالت الدروس الخصوصيه موجوده. ما احنا واحنا عارفين ان هو واقع موجود لا نستطيع ان احنا يعني ننكره. هل الافضل ان احنا نقنن ونراقبه، نضع تحت المراقبه، وفي نفس الوقت الدولة تستفيد بهذه الأموال الطائلة التي تدخل لمراكز الدروس الخصوصية؟ فكرة جميلة. ولا نقول لك احنا مش معترفين بالدروس؟ هل أقنن السناتر هل أقنن السناتر والدروس الخصوصية، ولا ابتدي أطور المنظومة التعليمية والمدارس المصرية؟ لحظة بس. لحظة بس. ما احنا عندنا ميزانية بتعدي المليارات يعني. احنا عندنا 63,000 مدرسة. أطورها، ابتدي ادور على افكار خارج الصندوق لو اوت اوف بوكس عشان اطور منظومه التعليم الاساسيه اللي احنا بنبني عليها شخصيه الانسان المصري وشخصيه الطالب المصري، ولا ابتدي اقنن الدروس السناتر والدروس الخصوصيه بحيث ان الفلوس دي برضو تروح للناس؟ دكتور مجدي اتفضل، كلامك زي الفل، لكن اسقطها الواقع بقى. حلو. احنا بنتكلم النهارده دكه في الفصل. تمام. التخته زي ما بيسموها عليها اربع خمس طلاب. وعندنا عجز في المدرسين، وتقول لي الاولى اعمل ما ايه؟ انا ما بقولش انت دلوقتي تشتكي من وجود عجز، لما اخد على فكره واخد الاموال دي واطور المنظومه التعليميه. استاذ عمر، احنا كلنا مكوين بندرس خصوصيه، صح؟ مفيش كلام. كلنا. نعم. طيب، بس الفكره ان انا بقى استسلمت ومش قادر اواجههم، ان انا استسلم ليهم خالص وانبطح ارضا قدامهم كلهم، ولا ابتدي اطور الاساس اللي عندي؟ اطور ازاي ما عندكش ميزانيه؟ ليه من وزاره التربيه والتعليم؟ لا ده احنا وزاره التربيه والتعليم زادت في الفتره ال 25%. احنا ليه ما نطورش؟ لا، هي فكره اراده سياسيه، اراده اداريه، ان انا اقدر يبقى عندي الشجاعه ان انا اطور المنظومه التعليميه عشان تبقى هي الاساس في التعليم. ما يكونش السناتر والدروس الخصوصيه هي اساس العمليه التعليميه، لا، لازم اللي 63,000 مدرسه في مصر، لازم اللي بيطلعوا لي 24 ولا 25 مليون طالب وتلميذ في مراحل التعليم المختلفه هي اللي تكون الاساس والركيزه الاساسيه اللي انا مبني عليها مستقبل بلد. ما قيمش مستقبل بلد ومستقبل طلاب بمجموعه بكم مليار، حتى لو 100 مليار، ما ينفعش اقول الكلام ده خالص.